انا خدت عينتين النهارده والنتيجه واحده، انت حامل يا فرحه. يا دكتور، الدكتور بيقول لك عامل يا دلال، يعني ممكن يكون خد العينه بتاعتك انت بس يا دوت. ممكن انت حامل. انا ما بهزرش، انت حامل يا فرح. بس بقى يا دكتور، الله، حامل ايه؟ انا مش حامل. ماشي، ده اكيد في غلط في نتائج التحاليل بتاعت حضرتك. ما عملناش تحاليل حامل لحد غيرك النهارده. حامل ازاي؟ ايه الجنان ده يا دكتور؟ ازاي تبقى حامل وهي لسه بنت؟ دي نتيجه التحليل اللي قدامي. لا، يبقى اكيد في حاجه غلط في التحليل اللي قدام حضرتك دي. حامل ازاي؟ مش حامل يا دلال، انا مش حامل. فرح، اعملي تحليل حمل للانسه فرح. متهيألي انتوا محتاجين تتكلموا مع بعض شوية. فرح حبيبتي، بص يا ماما، انا مامتك. مش كده؟ يعني ما تكذبيش عليا، انا سرك. اي حاجة حبيبتي قوليها لي، وانا لا هتعصب ولا هتضايق ولا هعمل اي حاجة خالص، بس المهم ما تكذبيش عليا. حبيبتي، في اي حاجه حصلت بينك وبين طارق؟ اي حاجه؟ لا يا ماما، ما حصلش اي حاجه يا ماما. فرح، اي حاجه؟ ولا اي حاجه خالص يا دلال، والله ما حصلش حاجه. امال ازاي تبقي حامل؟ ازاي تبقي حامل وانت لسه بنت؟ ما اعرفش ماما، انا هقول ايه لطارق؟ طارق مين؟ هقول ايه لمجدة؟ عليا بقت مضطرة تواجه المشكلة بنفسها وتعترف قدام كل الناس بالكارثة اللي هي عملتها. طيب، أنا عايزة أقول لكم على حاجة بخصوص التلقيح. إيه، طلع بوزيتيف؟ لا، أنا آسفة جدا يا نادين، والله أنا متأسفة قوي. تعتذريش يا عليا، دي مش غلطتك. لا، في الحقيقة هي غلطتي. طيب، أنا عايزة أقول لكم على حاجة. السبب إن أنت حامل هو إن أنا عملت لك عملية تلقيح صناعي بالغلط. يعني إيه؟ أنا آسفة، وأنا عارفة إن هي غلطة كبيرة جدا، أنا عارفة وحياة ربنا، بس العملية دي نسبة نجاحها 20%، بس للأسف. عملت ايه يا ماما؟ والله انا ده انا هخرب بيت، ده انا هخرب بيت بالغلط. يعني ايه؟ ما تخافيش يا فرح، انا حاسس بكل اللي انت حاسه بيه، بس ما تخافيش، اتنفسي، خدي نفس عميق، خدي شهيق زفير، شهيق زفير. أنا كمان لما عرفت إن حب عمري نصي التاني طلعت أختي من أبويا بسبب نزوة من نزوات والدي التي لا تعد ولا تحصى، حصل لي أزمة كبيرة، صدمة، بس قدرت أطلع منها، وإنتي كمان هتطلعي من كل ده، بس ما تخافيش، خدي شهيق زفير. سيبوني عليه. انا اسفه يا فرح، انا اسفه جدا. اسفه؟ ده انا هخرب بيتك. سيبوني. انا كتبت لك على حبوب تنزل البيبي، وده حقك تماما، من غير حتى ما نقول للاب، صاحب العينه يعني. الاب؟ مين الاب؟ ده لا اب ولا ام ولا اهلك هيعرفوا لك طريق جره يا دكتوره البهايم انت. سيبوني. فين الاب؟ بص، انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، انت متحوط بشويه ستات مجانين، واحده تاخد عينتك من غير ما تقول لك، فالتانيه تروح رايحه حقنها في واحده تانيه اساسا. منك لله يا علي، منك لله. البنت حامل يا زين، حامل. طب انت عارف ان عليا كده رايحه في داهيه؟ انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي ان انا عايز البيبي ده. عايز البيبي؟ انت عارف كم واحده ممكن تنتحل لو سمعتك بتقول الكلام ده؟ زين، دي ممكن تبقى فرصتي الوحيده ان انا ابقى اب. بس نادين ما اظنش انها هتوافق. نادين ايه اللي مش هتوافق؟ اللي لفت وراك
مستشفيات العالم كله وما فضيتش ولا جلسه كيمو، مش هتوافقي ازاي؟ طبعا عايزه البيبي، ده ابننا، ابنك يعني ابني. مالك بتبص لي كده ليه؟ كانك كنت مستني مني يعني رد فعل تاني. الصراحه يعني عليا اتجننت، كلمتني 20 مره النهارده. طب سيبها لي انا هرد عليها. الو. ايوه يا عليا. ايه في ايه؟ مش فاهم منك حاجه. عندنا هنا بتشتغل عندنا هنا في الاوتيل؟ مستر شادي. فرح ازيك؟ الحمد لله. مستر زين كان بيقولي حضرتك عايز تشوفني. ايوه اتفضل. الاول بس يا مستر في حاجه، هو انا اسفه والله ان انا يومها قلت لحضرتك ان انت قليل الادب. انا كل الموضوع ان انا يومها حقيقي فرح. انا كنت انا الاب هندم. انا ابو البيبي. انا اسف يا فرح، واسف جدا على اللي قلته لك يوم الحفله. انا كنت بشتغل في مرسى اليخت، انا وانت اتقابلنا هناك زمان مره على فكره. اي صح. على فكره انت مش مضطر تمثل ان انت فاكر خالص. لا لا انا افتكرت يوم انا جيت المحل وانتوا كنتوا قافلين وانا كنت ميت من الجوع، وانتي فتحتي لي وعملتي لي ساندوتش جبنه سايحه تحفه. اتكلمنا كتير. طب وانتي بقى بتعملي ايه وعايزه تعملي ايه وبتدرسي ايه وبتحلمي ايه؟ بص يا سيدي، سؤالك ده ليه اجابتين، واحده واقعيه وواحده جريئه شويه. طيب نبتدي بالواقعية، إيه الإجابة الواقعية؟ الواقعية إن أنا بدرس في كلية التربية وهتخرج واشتغل مدرسة عادي. طيب والإجابة الجريئة؟ بكتب قصص وفي يوم من الأيام هبقى كاتبة كبيرة جدا. أنا أول مرة أتكلم في الموضوع ده مع حد. طيب واضح إن ده اللي أنت عايزة تعمليه، أنا رأيي إن أنت تبقي جريئة. وانا بعدين ما اتصلتش تاني. كنت فعلا قليل الادب جدا ساعتها. لا خالص، اصلا كان زمان قوي، وبعدين انا كنت صغيره قوي وكنت تافهه. فرح انا عايز البيبي ده. فرح انا هتكفل بكل حاجه، اول ما يجي هيبقى مسؤوليتي يعني. هي مش هي دي المشكله خالص، الموضوع بس صدقيني يا فرح مش هتشيلي هم اي حاجه. ما شيلش هم اي حاجه ازاي وانا ابني، ما هو اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ابني، هيبقى بعيد عني، عايش مع ناس تانية خالص. هتنزليه؟ بص يا مستر شادي، انا طبعا مقدره جدا انه في ناس بتعيش حياتها كلها مستنيه طفل، بيعملوا محاولات كتيره جدا وساعات ما بيتوفقوش، بس انا قبل كل ده ما يحصل أنا كنت بعمل حاجات في حياتي، حاجات كتيرة الحقيقة. كنت بدرس، كنت بشتغل، كنت بستغل كل لحظة علشان حياتي ما تبقاش نسخة من حياة أمي. بالمناسبة أنا كمان جيت الدنيا غلطة. ما عنديش أي شك إن أمي أكتر أم بتحب بنتها في الدنيا. بس أكيد قبل ما ناجي كان عندها أولويات، كان عندها أحلام تانية، حاجات تانية تعملها. وجودي عطلها، غير أولوياتها، بقيت أنا الأول. أنا مش جاهزة لده دلوقتي، أنا عايزة أخلف لما أكون مستعدة أخلف، مش بطريقتي خالص. مستر شادي انا ما عنديش استعداد ان ابني او بنتي في يوم من الايام يحسوا ان هم جم الدنيا غلطه خالص.
انت عندك حق يا فرح، كل حاجه حصلت بشكل غريب ومش طبيعي. حضرتك والمدام حاولوا تاني وان شاء الله ربنا يوفقكم. عن اذنك. وما رميتش كارت الكانسر؟ كارت الكانسر؟ ايوه يا شادي، انت فاهمني كويس. احنا متفقين ان انت هتقول لها ان دي اخر فرصه يكون عندك ابن. يعني انت عايزين ادمر حياه البنت عشان انا يبقى عندي ابن؟ وهي مالها؟ ومين قال ان هي هتدمر حياتها؟ نادين لعيبه صايعه، عارفه ان معاها كارت واحد بس يخلي شادي يكمل معاها، ولازم تحافظ عليه. اوكي شادي تمام. طيب ممكن بعد اذنك تخليني اتصرف معاها بطريقتي؟ لا، لا تتعاملي معاها ولا تكلميها حتى. نادين لو سمحتي.